بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك. جماهير مانشستر يونايتد الشوط الاول لعبتها عماله تضيع اجوان وتضيع فرص غريبه. فبيانسكي بيطلع افضل نسخه بالنسبه له في حياته، بيطلع كره كارلوس كازيميرو اللي كانت صعبه جدا واللي كانت الوضع الطبيعي بتاعها ان هي تخش المرمى. دالوت لا بيعرف يدافع، ولما بيزيد هجوميا وبرونو بيعمل له اسيست رايق بيرقص فابيانسكي، الجون فاضي حط يابا. لا حط فين؟ انا حط فوق في الزمن. جرناتشو في اول الماتش بيضيع. كابتن راشفورد قاعدين ندور عليه، يعني قاعدين ندور على ماركوس راشفورد. يعني اللي شاف النهارده راشفورد ممكن يكلمنا عليه. هويلاند حاول، يعني راشموس هويلاند حاول. اتفرج على شوط اول يونايتد دايس على وش ويست هام. طب ايه يا جدعان، هنجيب جون امتى؟ استنى شويه، معلش نستنى شويه، نستنى فين بس؟ ده احنا فرقه عندنا مشاكل وعندنا نحس، واول كره هتيجي علينا هنخش جول. اه والله يا صديقي، انا كان عندي يقين ان اول كره تيجي على يونايتد هتخش، رغم ان يونايتد عمال يضيع 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 يضيع، بس كان عندي يقين ان اول كره تروح على يونايتد هتخش جول. فكره ان انت بتخلي مزروع باك شمال عشان تسمح لجرناتش ان هو يطلع ويعمل كل الزيادات الهجوميه اللي هو عايزها، وتلعب الناحيه الثانيه بديجو دالوت علشان دالوت يقدر يشتغل معاك بشكل هجومي، فانت موقف باك ومخلي باك ثاني بيشتغل معاك هجوميا. حلو. انا ممكن الوم تين هاك كتير، بس ماتش زي ماتش النهارده لا يا باشا، انت شوط اول كنت تقدر انك تسجل فيه، شوط اول كنت تستحق انك تسجل فيه، شوط ثاني الحكم حسب عليك ضربه جزاء ما حدش فاهم جت منين. فعز ما يونايتد مع عمال يضيع يضيع، والشوط الثاني بيبدا ويونايتد برضه بيضيع، ويونايتد بيحاول اريك تين هاج ان هو يعمل تغييرات، بيطلع ماركوس راشفورد اللي كان سيء وبينزل اماد ديالو. يونايتد فجاه بيلبس هدف، يعني فجاه كده يونايتد بيلبس هدف يونايتد بيلبس هدف عن طريق البديل اللي نزله لوبتيجي، كريسينسو سامفريل اللي نزل مكان كارلوس سولر. يعني هو الراجل عمل تغييره، طلع كارلوس سولير ونزل لاعب الهولندي. طبعا كارلوس سولير جاي له اعاره من فريق باريس سان جيرمان. الراجل عمل تغييره ونزل توديبو ونزل سامفريل، وسامفريل قدر ان هو يسجل له هدف. الراجل عمل ثلاث تغييرات علشان يحاول يغير شكل الفرقه، وفعلا نوعا ما الفرقه يعني اتظبطت شويه. يعني الراجل غير في العمق الدفاعي لان هو حاسس ان عنده مشاكل كتيره في العمق الدفاعي، وغير في نص الملعب، وكمان غير باك. يعني الراجل غير هاف كارلوس سولر، وغير لعيب مساك مافا برونس كونستاتيوس اللاعب اليوناني، ونزل مكانه توديبو مساك بمساك، وتوماس سوتشيك مكان لوكاس باكيتا. والتغييرات دي اثرت له على ان هو يسجل هدف. تين هاج بقى الناحيه الثانيه، يعني الدنيا بالنسبه له عماد تراوري مكان راشفورد، زيكي زي مكان كريستيان اليكسون. وزيكي زي اول ما بينزل الراجل بيساهم في هدف التعادل، هدف تعادل بيسجله كارلوس كازيميرو. يونايتد بقى بيحاول، ويلا يا رجاله وهنعمل ويلا ونسوي، وهو يونايتد بيحسب عليه ضربه جزاء، بيخش جارد بون. لا ده مش جارد بون يا اسطى، جارد بون مين؟ ونبي هو جارد بون، بس جارد بون بقى بيلعب جناح. جارد بون بقى بيلعب جناح، بسم الله ما شاء الله، يعني بقى بيلعب جارد بون جناح. ده جارد بون ده كان في لحظات كان بيلعبه باك بيتهيألي. المهم ان جارد بون بيسجل في ضربه الجزاء وبيتقدم فريق ويست هام 2-1 في الدقيقه 90. عشان تقعد تسال نفسك، هي ضربه الجزاء اتحسبت على مين؟ اتحسبت على ديليخت ولا اتحسبت على مين بالظبط؟ ولا في ايه ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني لعبتنا عماله تضيع في شوط اول سيء، ودالت الغبي يكون فاضي ويطلع بره ايه؟ يعني شوط اول يونايتد عمل كل حاجه بس مش عارف يجيب جول. شوط تاني خلاص بقى ويست هام قفل الثغرات بتاعته، ويست هام قدر ان هو يرجع للجيم، وقدر ان هو في اول هجمه كالعاده يعني بيسجل، يعني كالعاده يعني بكل سعاده اول هجمه على يونايتد بتخش هدف، وبعد كده يونايتد بيجري ورا الجيم بيتعادل. اول ما بيحس ان هو ممكن يدور على الفوز بيلبس ضربه جزاء غبيه، وضربه جزاء عجيبه وغريبه، وقصه ان تتحسب ضربه جزاء غريبه قوي ان ماتياس ديليخت يتحسب عليه ضربه جزاء في اخر دقيقه دي، يعني غريبه قوي بصراحه، غريبه. وبرده للامانه يعني هو لوبتيجي حاول، يعني داني انجز برده يعني هو حاول، لوبتيجي نزل اللاعب سجل هدف ونزل داني انجز السادس في ضربه الجزاء، فعاش مستر لوبتيجي. اما بالنسبه لمانشستر يونايتد فاعتقد ان يونايتد محتاج يغير عتبه، واضح ان هي قفلت مع تين هاج،
واضح ان هي ضلمت مع تين هاج. طبعا اسوء حاجه بالنسبه لي حصلت النهارده اصابه نصير مزراوي قبل مره يعني. يعني هي اصابه نصير مزراوي ونزل مكانه فيكتور لوندلوف في الدقيقه 84. دي كانت من الحاجات السيئه بالنسبه لنا شخصيا بصراحه. انا مزراوي لاعب دلوقتي بقى بيعمل لك حلول كتير، وبقى يعني بتستخدمه باك يمين وبتستخدمه باك شمال، وكمان الماتش ده بيتم استخدامه كصانع العاب. فلو مزراوي اتصاب فدي حاجه سيئه جدا برضو بالنسبه لليونايتد. وما عجبنيش قصه ان مزراوي انهى الماتش بمصاب، لان مزراوي لاعب خلوق ولاعب عربي يستحق ان انت تحبه ودايما ابدا تتمنى له الخير. انا بصراحه بحب نزار مزراوي. اما بالنسبه لتين هاج فتاني وثالث ورابع، اللي امتى هتصبر اداره يونايتد على التغيير يعني التغيير اللي بتجبرك على الظروف؟ يعني الظروف عماله تجبرك على التغيير، لازم تغير تين هاج. فريق بقى في الوقت بقى في مركز 14 ب 11 نقطة، أربع خسائر وثلاث انتصارات وتعادلين، صعبة على يونايتد البداية دي، صعبة جدا على يونايتد البداية دي، لازم تين هاج يمشي. بس هو السؤال المهم، أنت كان لازم تمشي تين هاج قبل الموسم ما يبدأ أصلاً. فإيه اللي أجبرك إنك تكمل بتين هاج الموسم ده على أمل إن في حاجة ممكن تتحسن؟ مش فاهم. لو أنت